المعطيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المعطيك رحمه الله الاختصاص. الاختصاص كان داء دون ياء كأيها الفتى بإرجونية وقد ورال دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بل. الاختصاص اختصاص خبر كنداء خبر كنداء كما جاء الأمر على صورة الخبر والمطلقات يتربصن هذا أمر على صورة الخبر وجاء الخبر على صورة الأمر أكرم بزيد فهو كنداء ويخالف النداء موجوه أولا أنه لا يأتي أول كلام وأن المقدم عليه بعضه مقدم عليه بعضه وأنه يخلو من أداة النداء لفظا وتقديرا وأنه ينصب مع أنه مفرد قالها أنا أقول الاختصاص كنداء دون ياء بدون ياء كأيها الفتى بإرجونية أيها منادى مبني على الضم في محل نصب أرجوني أرجوني أيها الفتى أرجوني فعل فاعل مفعول به أيو أيو مبني على الضم ليس منادى أخطأته أيو مبني على الضم في موضع نصب على الاختصاص والفتى بدل منه مفعول به مقدرة قال وقد يراد دون أي تلو أل المنصوب على الاختصاص إما أن يكون معرفا بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف وقد يكون مضافا إلى ما فيه أل كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث منصوب بأخص وهذا وجه شبهه بالمنادى أن المنادى العامل فيه واجب الحذف وهذا العامل واجب الحذف أظهر أن تطلق بالعرب وقد يكون علما قد يكون علما نحو قد يكون معرفا بالإضافة نحو نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذا الموت نزل قالها بنو ضبة يوم الجمل وكانوا يدافعون عن جمل عائشة حتى قطعت منهم 70 يدا قال نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالموت وقد يكون علما وهو قليل فقال بعضهم بنا تميما يكشف الضباب قالوا أكثر الحامل عليه إما جلاء إزالة إبهام أو فخر أو تواضع فخر نحن العرب أقرب الناس للضيف بيان حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى أن ورثوا تواضع أنا لا أفعل هذا أيها الرجل أيها الرجل أخص الرجل قال السيبويه أكثر الدخول في هذا الباب بنو فلان وآل فلان والله أعلم صلى الله عليه وسلم ما في شيء